السلام عليكم. موضوعنا اليوم عن حبر قلم الكارتير باشا وايضا بعض الاغلام الاخرى تجي احبارها فيها بلاستيك كاغلام السلاران القديمه. نزل منه نوعين للحبر، واحد فيه بلاستيك واحد ما فيه، ايضا السلاران الثاني وهذا يعتبر اغلام السلاران ايضا نادره وغير متوفره. ايضا هذا نزل منه حبرين، فيه يجي بلاستيك فيه يجي بدون بلاستيك. ف الحين تعرفون شنو البلاستيك. هذا حبر القلم الكارتير باشا، طبعا كلهم متشابهين من هالناحية. انا فاتحة للاستفادة من الوقت. تشوفون قطعة البلاستيك الرمادية هذه، هذه تكون راكبة على الحبر وتجي مع الحبر من الوكالة، لكن احيانا يكون الحبر مو متوفر بالوكالة فتضطر انك تشتري الحبر من برا. اذا اخذت الحبر من برا ما راح يكون معاه قطعة البلاستيك هذه، تشلع القطعة البلاستيك هذه وتركبها بالحبر الجديد وتركبه بالقلم. خلونا نشوف لو نركب الحبر الحين من غير قطعة البلاستيك في القلم مباشرة. شوفوا مستوى الحبر شلون طلع إلى برا، شوفون يتحرك، وحتى لو تسكره راح يهتز ما راح يثبت معاك. وهم صنعوه بهالطريقة هذه، ممكن احتكارا للحبر في وقتهم أو أي سبب آخر، ممكن كثبات اكثر للكتابه، يكون القلم او حبر القلم ماسك بالنص ما يتحرك معاك اثناء الكتابه. هني مركب البلاستيكه تشوفون وضعه اوكي. فاي واحد منكم سواء كان عنده قلم كارتير او سالوران او ايا كان من الاقلام، ما انصحكم اذا كان في حبر خالص ترمون الحبر وتروح تدور. حتى لو ما كان في قطعه بلاستيك لا ترمي الحبر، بحيث انه لو تروح المكتبه تقدر تقيس الاحبار يم بعض وتشوف شنو اللي مستوى قلمك او نفس مقاسه وتركبه. واتمنى الفيديو يكون مفيد لي ولكم. حياكم الله اخوكم بندر.